وبعد رحيل بشير شنان بأحد عشر عاماً، تتنقل والدة بشير شنان بإحدى سيارات الأجرة، فإذا بصاحب السيارة كان يستمع إلى أحد شرائط ابنها بشير، فبكت الأم وجهشت وقالت بصوت متهدج: أنزلني أرجوك من السيارة، أرجوك أنزلني. فأوقف السائق السيارة وأنزلها وألح عليها بالسؤال عن سر طلبها هذا، فقالت له: إن هذا الذي يغني في مسجل سيارتك إنه ابني بشير شنان، فبعد 11 عاماً من رحيله ما زال حياً في قلوبكم؟ فأصر السائق أن يوصلها، وفعلاً أوصلها السائق، ولكن دون أن يأخذ منها مقابل. رحم الله بشير شنان.